حاولت مؤخرا الاشتغال بإيقاع مرتفع ومسؤول كلما دعت الضرورة ذلك لنضال تارا. في ضيافة كريمة لنادي الصحافة بالمغرب بالعاصمة الرباط تشرفنا اليوم بتواجد معكم مع الوجوه الكريمة قصد محاولة عرض حصيلة سنة 2022 حول حالة المحاماة والقضاء ومنظومة العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب. طبيعة الحال تعلمون أن يعني قطاع القضاء والمحاماة هو قطاع حساس جدا. هناك محاولات للإصلاح، هناك محاولات للتقويم، ولكن ربما تلزمنا جرأة أكثر وعزيمة أكبر للاستجابة للتعليمات الملكية السامية لإصلاح هذا القطاع، سواء من مؤسساتنا المهنية في المحاماة أو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من المؤسسات. ناقشنا كذلك مسألة مشاريع القوانين التي عرضت مؤخرا والتي كان من بينها قانون مالية 2023 والذي خاض بسببه جموع المحاميات والمحامين يعني نضالا امتد لمدة أكثر من شهر دفاعا عن الحق في الولوج إلى العدالة ودفاعا عن المواطن ودفاعا كذلك عن مصلحة مهنة المحاماة واستقلاليتها. هذا المشروع كان قد تضمن مقتضيات مخالفة للدستور وقد كان يفرض على كل من يرغب في الولوج إلى القضاء أداء مجموعة من الرسوم الضريبية الباهظة. طبعا المواقف اللي عبرت عليهم الفيدرالية جمعية المحامين الشباب في هذه الندوة اللي هو لمسنا المجال الرقمي. إذا المجال الرقمي هناك ثلاث مستويات اللي عبرنا عليها في مواقفنا في بلاغتنا. هناك المستوى الأول ما يتعلق ببعض القوانين اللي صدرت في هذا المجال. كاين قانون ديال رقمنة الإجراءات القضائية وكاين قانون هو داخل قانون المسطرة المدنية في إطار المشروع اللي حاولت من خلاله وزارة العدل لأنها تخلينا بعض يعني الإجراءات الرقمية اللي غادي تولي المحامي اللي كيتعامل مع المحكمة غادي نوليو نهضروا على التبليغ الإلكتروني، غادي نوليو نهضروا على الإيداع الإلكتروني ديال المقالات. إذا هذا الشيء كامل داخل في إطار المنهجية وزارة العدل في إطار رقمنة العدالة بصفة عامة.